وللتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي العراقي أحمد كسار. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. بداية، وثيقة للأمم المتحدة تحذر من خطر عودة تنظيم الدولة في العراق، هل من شواهد تفيد صحة أو خطأ هذه التحذيرات؟ أهلا بك ومشاهديك الكرام. حياك الله. الحقيقة موضوع خطر تنظيم الدولة يعاد بين السنوات تلو الأخرى، فالانتصارات التي حققها ما يسمى الحشد على أيضا ما يسمى تنظيم الدولة هو أيضا انتصارات متكررة شهدناها في أواخر 2006 على ما يسمى أيضا بالصحوات. فهذه الانتصارات الموهمة بأنها مد وجزر مع تنظيم الدولة في العراق وسوريا، وتحقيق انتصارات إعلامية أكثر منها واقعية، تجعلنا لا يعني نتفاجئ من هذه الإعلانات المتكررة بين كل مرحلة من مراحل السنوات. فهذا المعركة في العراق التي يراد منها أن تبقى قليلا أو أن تنتقل ما بين مناطق محددة في سوريا والعراق، أو أن تنسحب من مناطق محددة من كلا البلدين، أو كما تفضل تقريركم بأن تنتقل إلى دولة أخرى مرشحة لأن تأخذ هذا المشهد. فهذا المد والجسر بين التنظيم الدولة وبين ما يقابله من قوات عراقية مدعومة بأوامر عسكرية حتى في مراحل انتصار، تنتصرون إلى هذه المنطقة لا تتقدمون، تجعلونهم يتأخرون، يبقون في هذه المنطقة في هذه الصحراء في هذه المقاطعة، فهي تحركات محسوبة وبدقة. طيب، الأمم المتحدة أصدرت وثيقة اشترطت فيها أن تلتزم الحكومة في بغداد بتحقيق الاستقرار في المناطق التي ساعدتها من تنظيم الدولة وإعادة إعمارها. قد يراها البعض أنها إملاءات، أنتم إلى أي مدى ترونها كذلك؟ هذه الوثيقة يشهدها أو سمعها العراقيين كثيرا فيما تمليه أو تقرره الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية في إلزام أو في الاستنكار على ما يقام به في الشأن العراقي أو الملف العراقي. وبالتالي هذه الوثائق مع قيمتها الدولية وسمعتها العالمية لأنها تبقى حبر على ورق، أين الإعمار الحقيقي الذي يجب أن تلتزم به الحكومة تجاه الحكومة المفلسة، الحكومة التي لم تعد النازحين إلى بعض مناطقهم أو أعادتهم عفوا بنسبة معينة من الإعادة. فلذلك هذه الوثائق مع احترامنا لمن يصدرها والجهات التي تقوم عليها، فإن العراقيين لم يأكلوا منها خبزا إن صح التعبير. الدمار ما زال، نسبة ما عمر هو لإدامة الحياة لكي يعيش المواطن العراقي على هامش الحياة الكريمة وهو أحق بها. طيب، مجلة فورن بوليسي حصرت سبب الشعور بالظلم لدى بعض الأهالي إلى التأخر الإعمار وعدم عودة النازحين إلى مناطقهم. برأيكم هل هذه الأسباب فقط هي ما تمنع عودة الإعمار في المناطق المستعادة من تنظيم الدولة؟ الإعمار يعني جزئية من جزئيات إعادة النازحين، وإلا فالمسألة أكبر من أن نتصور بأن إعادة جسر أو فتح طريق أو تعبيد طريق هو هذا ما يهم النازحين. النازحون الآن الذين أعيدوا لهم مشاكل كبيرة يعني تعادل ما كانوا عليه في هجرتهم أو في تهجيرهم، فلذلك عندما عادوا وجدوا مآسي وأمور أكبر مما كانت تتصور. فلذلك تأخر الإعمار واحدة من المشاكل التي عانى ويعاني منها النازحون بالوعود، خاصة قبيل الانتخابات أو قبيل العمليات السياسية والتحالفات الجديدة التي يشهدها البلد وما والبرامج السياسية التي يوعد بها المواطن، ومن ضمنها الإعمار وعودة النازحين بأكملهم إلى مناطقهم. وهذا لن يحدث لأن هناك خطة مرسومة تحدد نسبة العائدين وتحدد نسبة الإعمار، فليس ما كل ما وعد به نفذ ولن ينفذ. طيب، عودة الحديث عن تنظيم الدولة في الكونغرس الأمريكي، برأيكم إلى أي مدى ترونها تمنح صلاحيات أكبر لي الإدارة الأمريكية بالموافقة على دخول القوات الأمريكية في حروب جديدة في العراق وسوريا؟
التنظيم الدولة على واقعه الذي نشهده في مثل العراق وسوريا لم يذهب حتى يعود، هو إن لم إن 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 حجم تمدده فإن بقاؤه ما زال يتواجد في بعض المناطق وفي بعض المحافظات، ولذلك عودته هو أيضا يعني حديث جدي من قبل المسؤولين الأمريكيين والسياسيين الأمريكيين، موجه رسالة موجهة أو مباشرة إلى الحكومة العراقية والسياسيين العراقيين لإملاءات معينة يخوفونهم بهذا الخطر ويحذرونهم منه مقابل القيام بالإملاءات التي يعني عهدها العراقيون وتنفيذ الأجندة حرفيا بما يقال لهم. فلذلك هذه العودة هي جاهزة جاهزة من قبل الطرفين لتحريك هذه الورقة وإعادة خلط الأوراق من جديد، أو لتشويش الوضع السياسي قبل إجراء انتخابات التي أيضا هي الأخرى لا يعول عليها حال وحال ما ذكرناه من 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 وعود. أحمد كسار الأكاديمي العراقي من الدوحة، شكرا جزيلا لك.